هذا كورس كتير كتير مهم لأي حدا حابب يعمل موديلينج، وكمان هو كإتيكيت لو حدا كمان ما بده يشتغل أز موديل يعني. فأنا بشوف إنه هاي الكورسات كتير مهمة، بتعلم الناس كيف يحكوا، كيف يتحركوا، كيف يمشوا. إحنا كتير ناقصنا هاي الشغلة، ومبروك لسام لأنه هو اللي بينظم دائما هالإيفنت الحلوة، وبيورينا دائما أشياء جديدة، وبيطلع جيل كتير مميز من المودلز والعارضات والعارضين الشباب. كمان بينقيهم شكلهم حلو، كمان غير إنه بيعرف يدربهم، بيعرف كيف ينقيهم كمان.